بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هي Beams Deflection. ببساطة راح نوضح لكم مش نقصد بالبيم ديفليكشن أو Beams Deflection. عندنا الشكل على اليسار هو Cantilever Beam، من يكون معرض إلى لود وليكون Distributed Load فإن الشكل راح يتغير كما في الخط المنقط، الخط المتقطع هذا. ايضا عندنا الشكل اللي على اليمين يمثل simply supported beam اذا كان مسلط عليه قوة في احد اجزائه، ايضا راح يتغير الشكل مثل ما مبين في الخط المتقطع. عملية تغير شكل البيم نتيجة القوة هي اللي نسميها deflection، وكل نقطة من النقاط راح تتحرك بمسافة معينة اللي هي نسميها الواي، تعتمد على الاكس. مثلا هنا عندنا بالبداية انه النقطة ما تحركت في الواي صفر، بعدين تزداد بالنزول الى ان توصل الماكسيموم، واذا كان اتجاه اللود معاكس راح تصعد للاعلى وهكذا. وظيفتنا بهذه المحاضرة انه نتعلم واحدة من الطرق كيفية حساب الديفليكشن واي عند كل اكس، يعني نقدر نقول انه find y as a function of x. طبعا بعض المعادلات انه بدأ الواي يستخدمون الرمز نيو اللي هو يشبه حرف الفي اللاتيني، فماكو مشكلة، المهم احنا نعرف خطوات الطريقة العامة. هذا الموضوع ليش مهم؟ احنا بالمحاضرات السابقة اخذنا كيفية حساب الستريسز الاجهادات، مرة اخذنا البندك ستريسز او فليكسرال ستريسز، ومرة اخذنا الهوريزنتال شير ستريس. المنشآت والبيمز مو دائما يصير بها انه الفشل نتيجة وجود السترس العالي، قد يكون السترس انه ضمن المقدار المسموح به، لكن الفشل وين يصير؟ نتيجة الديفليكشن يصير به. فلذلك حساب الديفليكشن جدا مهم. وهنا عندنا اذا تقرأ هاي الملاحظة الاخيرة انه بالتصاميم انه يخلون قاعدة انه الديفليكشن لازم ما يكون اكبر من جزء من 360 جزء من الطول. يعني على سبيل المثال لو كان عندنا بيم الطول مات 360 متر، فالماكسيموم ديفليكشن التشوه اكبر تشوه لازم ما يزداد على 1 متر وهكذا، 1 على 360 من الطول، بالإضافة للحفاظ على شكل يعني المنشأ أو شكل البيم. فهذه أيضا هي أهمية دراسة البيم. توجد ثلاث طرق رئيسية اللي هي Double Integration Method، Area Moment Method، والSuperposition Method. احنا خلال هذا الفصل الدراسي وبسبب الظروف الاستثنائية راح ناخذ فقط طريقة واحدة، وما راح نتعرض للطريقتين الباقية بسبب الظروف وقصر الوقت. فالطريقة هي اسمها Double Integration Method، اللي هي معناها طريقة التكامل المزدوج، اللي من اسمها معناها راح تكون عندنا معادلة او معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية، فنحتاج نكاملها مرتين حتى نقدر نحصل على المعادلة. هنا راح نتكلم عن الخطوات العامة. من يكون عندك بيم وبهذا البيم موجود عندك لود موزع، فانه تشتق المعادلة مال General Bending Moment Equations، تكتب المعادلة مالت المومنت مثل ما تعلمنا باول محاضرة بالفصل الثاني من استخدمناها في رسم مخططات قوى القص وعزوم الانحناء. فتكتب Bending Moment Equations الجنرال اللي هي تصلح ان تكون على اي جزء بالبيم. النقطة الثانية تكاملها مرتين، طبعا بعد ان تكتب الفورمولا اللي راح نوضح لكم اياها، تكامل المعادلة مرتين. طبعا كل مرة تكامل بما انه تكامل غير محدد راح يكون عندك كونستانت ثابت التكامل، فبما انه تكامل مرتين راح يكون عندك تو كونستانتس. حتى تلقى الكونستانتس هنا تطبق فشيء اسمه باوندري كونديشنز اللي راح نشرحه بالامثله ايش نقصد بالباوندري كونديشنز، حتى تقدر تطلع قيم الثوابت بعد ان تحصل على المعادله النهائيه
اللي احنا راح تمر علينا اكثر من مكان نسمها الالاستيك كيرف ايكويشن. نقدر نعوض اي قيمه للاكس يعني على طول البيم، المعادله تنطيك ايش قد التشوه مالته. يعني مجرد تخلي قيمه الاكس، هل هو بدايه البيم، هل هو بعد سنتيم، بعد متره، بعد مترتين، نهايه البيم من اليمين، راح يقول لك ايش قد الديفليكشن، هل هو موجب للاعلى وايش قد قيمته، او سالب يعني للاسفل او صفر. فهنا عندنا راح نجي للصيغه الرياضيه. الصيغه الرياضيه احنا قلنا نكتب معادله المومنت للبيم اللي مسلط على اللود، نكتب المشتقه الثانيه للديفليكشن اللي احنا سميناه واي، هنا عندنا بعض المصادر يسمونه نيو. بالنسبه للبعد يعني دي 2 نيو اوفر دي اكس سكوير راح يساوي لنا المومنت العزم، اللي هو هذا العزم راح يكون طبعا اكيد هو داله للاكس، فانكشن اوف اكس للمعادله، على الاي في الاي. نكمل اول مره، فراح هنا تلغى عندنا واحدة من المشتقات، تبقى مشتقة واحدة. هاي النيو داش هي معناها دي نيو على دي اكس. هاي بالتعابير الرياضية المفروض تكون شائعة عندكم، اللي هي ممكن برياضيات الصف الأول أو حتى بالإعدادية ماخذينها. المشتقة الأولى إما يتخلى داش هنا أو تنكتب بالنسبة لل الباراميتر اللي تشتق له، او تنكتب دي في او دي نيو اوفر دي اكس. هنا التو هذا المصطلح ممكن يكتبونه في دبل داش اللي معناه المشتقه الثانيه اللي هي دي تو نيو اوفر دي اكس سكوير، وهكذا حتى يكون واضح. النيو هنا نقصد بها هي الواي، المسافه اللي يتحرك بها او الديفليكشن للبيم. هنا كاملنا اول مره، اول تكامل راح يضيع لنا وحده من المشتقه، فتبقى عندنا فقط مشتقه واحده وسطا في طرفين. فالاي اي في اول مشتقه هو يساوي لنا حاصل تكامل الام في الدي اكس بلس سي 1، هذا ثابت التكامل لانه تكامل غير محدد. نكامل مره ثانيه، فهنا يجي الاسم مال دبل انتجريشن. في المشتقة بعد تلغي يبقى بس الباراميتر، وهنا يكون عندنا تكامل مرتين زائد سي 1 اكس لان هذا كونستانت بلس سي 2، سي 2 هو تكامل او ثابت التكامل الثاني. المصطلحات اللي موجودة، الاي هو مودولس اوف الاستيسيتي معامل المرونة او يونغ مودولس، الام اللي هي البيندينج مومنت ايكويشن معادلة العزم عزم الانحناء، الاي هي مومنت اوف انيرشيا، النيو هي الديفليكشن يعني ايش قد تتحرك النقطة على البيم للاعلى او للاسفل نتيجة تعرضها للود، سي 1 ان سي 2 هي الكونستانتس، واللي قلنا بالسلايد السابق نقدر نطلعهن من تسليط او تطبيق الباوندري كونديشن. بس احنا مباشرة نقدر ندخل للمثال ونطبق بصورة مباشرة. عندنا هذا البيم هو كانتيليفر بيم، الطول L، عليه حمل موزع مقداره W نوت، من ضمن الوزن مال البيم يريد منه قضيتين. الأولى أن تشتق له معادلة الإلاستيك كيرف، يعني المعادلة الواي بدلالة الإكس، يعني الناتج النهائي للتكاملات. والقضية الثانية يقول لك احسب لي إيش قد الماكسيمم ديسبليسمنت، أعظم نقطة راح تتحرك للاعلى او الاسفل للبيم اللي يكون المقطع مالته W 12 في 35، هذا الرمز مالته، عندما يكون الطول 8 قدم والW نوت 400 والE هو 29 في 10 اس 6. هنا هو راح يكون المطلب الثاني بالنسبه لنا.